والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا شباب؟ فيديو اليوم طلع لي تشامب جديد. تشامب مين؟ جين. صراحة لما يلعب جين ضدي، شايفين فيرست كيل، لما يلعب جين ضدي كتير اقوى اقتل منه، لانه يضرب كتير ضربة بعيده. شايفين تسحبوا شيلي، استمر والله يعطيكم العافية. الله يعافيك، ابداع والله. يعني انا بعرف انه هو السوبر تبعيته بتسحب واحد، تمام، بس انه افكر هالتفكير الزايد اني اسحب شيلي هون الغباء. هون يكمن اللعب الاحترافي، تمام. لا لحد الان الاداء شيء كتير رائع على فكرة. هيك تحطه وتع تقوله انت تا والله السبراوت معي يعني عم بيشتغل شغل كتير مرعب. صفر كؤوس، صرنا 8 كأس، تمام. يعني ما حسيت اني جربته هيك مثل العادة، يعني بدي هيك شيء اقوى يطلع لي، او هيك البرو اللي تشغل مخها وتعطيك مثلا ان انت تشامب ليفل 1 ليفل 0 وضدك ليفل 20 9 ليفل 11 مطالع هو التشامب. بس بقى اولاد، بس بقى ما يضربك. انا قلتيتي ما راح استعمله غير على حبيبي ماكس. والله خلاص ما بعد عنا، بص لاجلك ما بعد عنا عز ثاني امال على رجل دين امك. خلاص هاي ماكس صار عبارة عن بوت. والله في حدا منهم تشامب ليفل عالي. طلعنا احنا تشامب عالي، خجلت خلص. اوكي فتت جيم جيم. حبينا هيك نغير شكل شوي. طبعا بتحسوا مو ليفل واطي، بحسه فك الأمية عم بيلعبوا. يعني شلون يعني فك الأمية؟ يعني واحد ما بيعرف شي طول بجنب بالدنيا، الناس منزلين اللعبة جديد، في واحد ما بيعرف ايش بتساوي الجواهر. عرفت هيك يعني هالمستوى. انت تتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. فتح قلت سحبت له، سحبت الجامعة فتحت. تمام ريلاكس شوي. كثير صعب عليه، كثير جت قوية هي الحركة. يا ما بلعبوا دول جد، دول نازلين لعبة جديد، كتير كتير لعبة جديد. والله للأمانة أنا حبيته الجين، يعني لأنه فقاتي كلهم عندهم إياه وأنا ما عندي إياه وله استخداماته. يعني صراحة تشم يرتفع 11 أظن، وفي لما ترفعه 11 لما تطلع لك السوبر تبعيته
يصير يهيل اللي جنبه، فهو يعني ظريف جدا. تمام والله وحش هذا بوني اللي معي، والله انك اسطورة. تمام انت صعب تلعب وترقد. بموت 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 بموت. اوكي جاب الجواهر وراي. بيجي الكلع فجأة، بيجي الكل فجأة ذاك. بس يا ريكو لو انا سحبته قصادا باكي قتله هذاك اللي معي. بايرون هلا اكتشف انه هو مبهيل. بوني شمال ماما كثير ضعيفين. يبو اوكي اصدقائي، اذا حبيتوا هذا التشام بحكوا لي انه اذا عجبكم ولا ما بتحبوه ولا لا. وهون نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، شكرا لكم ومتابعتكم. سلام.